هذه ماشي اول مره كتوقع. عبد ربي كان شارك في رحلات الى الجزائر وحتى هو عانى من هذا التعنت ديال النظام الجزائري اللي كيبدا من المطار وكيمتد الفندق ومن الفندق كيمتد الملعب. شي ولا واحد التالوت ديال العنف، التالوت ديال الرعب. المشكل ماشي هو هادشي اللي وقع، المشكل هادشي كيوقع وكيزيد يوقع وغيزيد يوقع. المشكل هو انه ايضا وصل للفئات العمريه الصغرى، كنشوفوا منتخب ديال اقل من 17 سنه كيف عانى في الجزائر، وكنشوفوا ايضا منتخب المغرب ديال كره اليد الشبان حتى هو كيعاني، عانى من هذا ولا اي مباراه مع فريق او منتخب جزائري الا وفيها واحد فيها رعب مكان ما كاين فيها شي حاجه ماشي هي هذيك، عكس المنتخبات الاخرى. حنا كنشوفوا دول اللي عداء بيناتهم، نشوف امريكا وايران اقصى درجات العداء، ولكن المباريات ديالهم كتكون فيها الروح الرياضيه حاضره، لان يعني المباراه ديال كره القدم ما كيدخلوش السياسه في الرياضه. دابا السياسه ولات داخله في الرياضه، والاتحاد ديال كره القدم المغربي انا كنوجه له متماس باش يتفادى بعد ارسال هذه الفئات العمريه الصغرى الى الجزائر، لان غير كنمشيو غير كنصيفطوهم كيتعرضوا للسب والشتم كيجيو. كنلتمس ايضا عدم اجراء مباريات في الجزائر، تقدر نلعبوا معاهم في ملعب محايد وانتهى الامر، لان غنبقاو نلعبوا بحال هكا غادي تبقى الازمات وغيبقاو المشاكل، وحيت ما كاينش في الافق واحد انفراج في العلاقات. المغرب كيمد يدو والجزائر دائما عندها في الدماغ ديالها بان المغرب يتامر عليها والمغرب يريد ان. المباراه ديال كره القدم اللي كتدخل هذه الشبكه راه الحكم غادي يصفر بانك غادي يصفر لك على الهدف، ولكن دائما كاين هاد شي حاجه اللي ساكنه في الادمغه ديال الجيران ديالنا للاسف، ولكن غادي تأدي للاسف غتأدي الفاتوره، غادي يأديها جمهور اللي اعزل ما عنده حتى شي حاجه. جمهور اتحاد العاصمه كيبغي فرقته وبغى فرقته توصل للفينال، كيلقاها بقرار ديال الجمارك انها خارج السباق ما غاديش يقبلها. ونتمناو ان هذه القضيه هذا المسلسل اللي طول انه ينتهي. مزيان لينا حنا ما يجيبش كوب افريقيا، حيت الجزائر انا كنت في 2004 في نهائيات كاس امم افريقيا في تونس، حضرت المباراة ديال المغرب والجزائر في 2004، قلت لك صفاقس، مدينة صفاقس اللي احتضنت هذه المباراة، بعد المباراة خص تشوف مدينة صفاقس كي ولات، خراب تام مدينة صفاقس، يمكن لك ترجع للانترنت نقرا في الانترنت ديال مباراة المغرب والجزائر صفاقس، ماذا حصل في صفاقس في تلك الليلة؟ شيء لا يصدق. بعد خروج المنتخب الجزائري أمام المغربي، جمهور الجزائري الذي ملأ ثلثي الملعب، لأن عامل القرب انهم دخلوا من الجزائر لتونس، جاوا دخلوا يعني حولوا الملعب الى ملعب للرعب فعلا، وعشنا رعبا حقيقيا. والحافله ديال المنتخب المغربي ولا ديال الاعلاميين ما خرجت من صفاقس الا بعد انتهاء المباراه بحوالي 3 ساعات او 4 ساعات. اذا هذا القدر يطاردنا، ماشي غير في الجزائر، حتى خارج الجزائر. وانا من وجهه نظري اذا انسحب المنتخب الجزائري انسحب جمهوره، واذا انسحب جمهوره سنضمن لهذه البطوله، سنضمن على الاقل انها ستجرى باقل عنف ممكن، باقل توابل سياسيه اللي كتدخل، باقل. كنظن الا خدات الهيئات الانضباطيه الا خدات قرار في حق الاتحاد الجزائري وحرمته من المشاركات الدوليه، كنظن ان المستفيد الاكبر من هذه العمليه هو المغرب، المستفيد الاكبر هي الكره الافريقيه والكره العربيه. سي حسن، اخر سؤال ما يخليك، شنو رايك في التصرف ديال نهضه بركان في هذا الاستفزاز؟ كنظن ان التصرف ديال نهضه بركان كان تصرف هادئ وسليم، كان تصرف بمنتهى الدبلوماسية، بمنتهى التعقل، بمنتهى روح المسؤولية كانت حاضرة، ما كانش استفزاز، صمود أمام الاستفزازات. حين تكبر الاستفزازات ينسحب رئيس النهضة البركانية، وحسنا فعل رئيس النهضة البركانية حين ترأس البعثة، هو شخصيا
كنظن ان كل الامور كانت مقاده. ما يمكن ان نثيره في هذه القضيه هو شكر النهضه البركانيه، لان ايضا كانت ضمن البعثه كان حكم دولي سابق اللي هو الرويسي. باش كتصيفط حكم دولي كيكون ضمن البعثه فراه عندك واحد المستشار في التحكيم حداك ومعاك. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.